هناك بحسب ما سمعنا اكو مرشح ثالث وهو الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، واعتقد هو مرشح الظل وهو وزير سابق ايضا موجود الان. فاعتقد يمكن من الميسور الان على الحزبين ان يجتازوا هذه المرحله ويطلعون من مساله الانسداد السياسي الى توجه جديد. انت حضرتك تقرا بهالشكل هذا انه الانقسام فقط بسبب اسم المرشح؟ يعني لو تغير المرشح ممكن يكون اكو اتفاق؟ اعتقد راح يصير لو الموضوع له ايضا تفاصيل اخرى تخص الاقليم مثلا، اكو تفاصيل اخرى لكن التفاصيل لسه الان الخلاف الموجود هو خلاف على شخص الرئيس المسمى. اكو تاثيرات لعدم حسم هذا الموضوع لحد اللحظه؟ والله هم الحقيقه الاشخاص الثلاثه المرشحين، الاستاذ ريبر رجل مهندس وبعدين خريج جامعه كليه القياده العراقيه ومن عائله مضحيه وهو من ضحايا الانفالات الصداميه، والاستاذ برهم تعرفوه صار له 4 سنين رئيس جمهوريه وشخصيه سياسيه معروفه، والاستاذ عبد اللطيف وزير لمده 10 سنوات وزير الري والموارد المائيه. فاعتقد هناك الان لتلافي هذه المساله يجب ان يفرشون اوراقهم على الطاوله وباسرع وقت. أنا سمعت اليوم أيضا كانت هناك مفاوضات أن يفرشون أوراقهم على الطاولة وأن يتوصلوا إلى حل يرضي الشعب العراقي.